مساء الخير دكتور، منورنا اليوم. مساء النور، حياك الله دكتور. بالبداية خلينا نحكي عن الخطوات الأولى. أوكي. شلون نكون إيجابيين بداية سنة وبداية شهر؟ حلو. هو أنا محتاج بس في الأول كده اللي هو عارف أحس بالروح بتاعت السنة الجديدة دي. مش معنى كده إن أنا محتاج بداية سنة عشان أبتدي أغير من نفسي أو أبتدي يعني أعمل حاجات مختلفة، بس يعني طالما العالم كله بيتغير واي نوت، يعني ليه لا ابتدي كمان انا اتغير عشان حتى لما اجي كده في اخر السنه الجديده اقدر اقول والله انا وصلت لايه او ما وصلتش لايه. فهو ده وقت كويس جدا ممكن نبتدي فيه، ده وقت كل واحد فينا ممكن يكون عنده زي الباور كده والطاقه ان هو يبتدي فيه ويحط لنفسه اهداف او يحط لنفسه يعني زي بلانز، خطط يمشي عليها. تمام. فهي حاجه مهمه جدا جدا، يعني دي حاجه اللي هو لازم اقتنص الفرصه بتاعت ان العالم كله بيبتدي وانا كمان ابتدي معاه، بس ده مش معناه ان انا مستني بس الوقت ده، يعني ممكن كل شويه اعمل بدايه جديده لنفسي. فلا طبعا محتاج ان انا اكون ايجابي بشكل كبير جدا، يعني محتاج ان انا افكر في ده كانه فرصه. انا فرصه زي ما كل حاجه بتتغير، فرصه ان انا ممكن كمان اكون بغير او بطلع احسن فيرجن. ده الهدف الاساسي بقى، بطلع احسن فيرجن او احسن نسخه انا ممكن اكون عليها دلوقتي. اها.